اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نوجد مع بعضياتنا حلوه على الشكل ديال صابلي. كتجي المذاق ديالها جد رائع. المكونات ديالها اللي زايدين فيها غير الحلوه العاديه هو الكوكو الكاوكاو. شوفوا الشكل ديالها شحال تيجي زوين بزاف. انا غادي نشارك معكم كل شيء بالتفاصيل من الاول لاخر. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها، واذا جربتوها وعجبتكم ما تنساوش ديروا لي الاشتراك في القناه ديالي، وما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم والدعم ديالكم باش نزيد ان شاء الله باذن الله لقدام، باش نزيد نحط لكم فيديوهات. وواحد الحاجه غنقولها لكم، رمضان ما بقى ليه والو، ان شاء الله الله يوصلوا لنا بخير وعلى خير وبالصحه والسلامه وطول العمر والتوفيق والامان كاع اللي كنتمنوا لحنا كاع الناس اللي دايرين بنا، الاعز الناس اللي تنبغيهم وتيبغيونا بطبيعه الحال. ان شاء الله باذن الله غادي نبدا نحط لكم وصفات ديال رمضان، بحال البغرير، بحال الرغايف معمرين، الرغايف ديال الشحمه، بحال هاد المسائل هادو ورقه. ان شاء الله باذن الله ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي باش دائما نحط لكم وصفات جديده. غادي نبداو في المقادير على بركه الله. عندي هنايا جوج ديال البيضات، ها هما. عندي النشا غادي ندير منه جوج زليفات، كتشوفوا معايا عندي هنايا خمارة، عندي جوج كيسان ديال السمنة درتهم هنايا، عندي هنايا كاس صغير ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت وكاس ها هويا ديال الكوك، نص كاس ديال الكاكاو، عندي هنايا زليفان ديال الكاوكاو ومعلقة ديال الكونفيتير. الكاوكاو كيف ما كتشوفوا قدامكم ها هو اللي راه مطحون، عفوا وعندي هنايا كاس ديال الطحين ديال الذره وجوج زليفات بحال هاد ديال النشا، درت جوج ديال الزليف ديال الروز. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا الزبده، ما عرفتش وريتهاش لكم، يمكن غادي نخدموا منها بربعه ديال المعالق ديال الزبده، أربعة المعالق. هاد المعلقة هذه غادي ندير منها أربعة معلقة كبيرة. غنبداو على بركة الله. غادي ندير المقادير كاملين إلى الكاكا، ما غاديش ندير واحد لاخر، غادي نقسمو العجينة على جوج. غادي نخوي السميدة هكدا، غادي نزيدو هاد الكاس صغير ديال الحليب، شوفو كويس قداش ديال الحليب، غادي نزيدو الزيت. غادي نزيدو الكاكاو اللي عندنا، الخمارة ما غاديش نديروها حتى الاخر، غادي نزيدو الكوفيتير اللي عندنا هنايا هو الكاكاو ديالنا. هي هاد الحلوه كتبغي كونفيتير ديال مشمش، انا كنصايب كونفيتير في الدار، مثلا خرجت صراحه داك الوجد ما عمري جربته كيفاش داير، حق يتقال ما عنديش الكونفيتير ديال المشمش، درت غير هذا ديال الفريز. وغادي ندير البيض، ندير جوج ديال البيضات اللي عندنا ما سبق لي وقلت لكم، غادي نديرو أربعة ديال المعلقات ديال الزبدة. أنا ما عنديش الزبدة العادية، عندي غير هاد الزبدة هادي البلدية هي اللي تنخدم بها تقريبا في حلوة، في أي حاجة كنبغي نديرها، ما كنزعمش أنا على الزبدة العادية، هاد الزبدة البلدية هادي راكم عارفين مضمونة. غادي نديرو أربعة ديال المعلقات. أنا حطيت هنايا المقادير وغادي نبدا نحاوجنا فيهم، وغادي نحتفظو بالطحين وبالنشا وبالخمارة وبالكاكاو. غادي نبداو نزيدو فيهم غير شي شوية شي شوية بعد ما دخلنا هاد المقادير هادي لي عندنا في بعضياتها، عاد غادي نبداو ندخلو فيها هداك التمنية. غادي نبداو نخويو في النشا شي شويه بشي شويه، وغير بشي شويه نخلطو باش ما يطلعش علينا الفرق.
كما عارفين الشغل بزاف كيطلع الحب. نتشا درتو كله مبقى شي ليا، غادي ندوز للطحين. عفوا زعما كاين الروز والطرق. انا راه سبق ليا قلت لكم غادي نديرو جوج زليف ديال النشا ماشي زلافه وحده. انا دابا درت غير الزلافه الاولى، باقي عليا الزلافه الثانيه ما درتهاش. ملي غادي نحتاج ملي غنشوف راسي راني حتى لا غادي نبدا فيها. شي شويه بدات كتجمع لينا العجينه ديالنا، نبقاو غادي معاها بهاد الطريقه هادي. ملي كتجمع كتهلا كنديرها في السيلوفون أولا كنديرها في شي بلاستيكة كنخليوها شي شويه في التلاجة. إلا شفتو راسكم راكم محتاجين الطحين خاصكم تزيدو. راه شي شويه بدات كتجمعين، قلت لكم راني باقي عندي كاس ديال نسا ما جبتوش. شوفوا العجينه ديالتي كيفاش دايره، هي راه تجمعات لينا شي شويه ما بقاتش كيف ما كانت. دابا عاد غادي نزيدو لها النشا باش نقدروا نتحكموا فيها كيف ما بغينا. نتوما شوفوا ما بقاتش كتلصق، ماشي كاس، عفوا هاد الزلافه، هادي زلافه ديال شكل لي كون كاس، يمكن قلت لكم كاس ما عرفتش. دابا غادي نبداو نجمعوا فيها. صنفها بحال هكا غادي نلعب الطريقه. عندكم تفقدوا الامل، عندكم تفقدوا الامل. العجينه ديالنا هي كيف ما كتشوفوها قدامكم تجمعات لينا. ها هي انا درت فيها النشا كامل ما بقاش عندي. كيف ما سبق ليا قلت لكم غادي نخلي الخميره والكراتين هما الاخرين. غنديروا الخميره كامله، غادي نحاول ندخلوها في غادي نديروا غنديروها كامله. كنت انا غادي ندير منها غير صراحه كنت غادي ندير منها غير معلقه ولا جوج. غنديروها كامله لحقاش عطاتنا العجينه بزاف تبارك الله. شتي علاش غنديروها كامله؟ غادي نحاولوا ندخلوها حتى هي في وسط العجينه كيف ما الطريقه اللي دخلنا النشا. هي راه بزاف غادي ندخلها، ما كتشدش معنا بزاف ديال الوقت بحال النشا اللي كنا كندخلو فيه. غادي نحاول غير بهاد الطريقه هادي. من بعد غنقسمو العجينه على جوج، وحده غادي نديرو فيها الكاكاو ديالنا، وحده غادي نخليوها بيضه بهاد الطريقه هادي بحال هكدا. كتشوفو
الخروف الاخرى عاوتاني كذلك. الاخر راه ما كتبقاش كاع كتلصق نهائيا. شوفوا يديا صافي راجع البركه. هذه هي العجينه ديالتنا، قلت لكم حنا نقسموا على جوج، وحده غادي نديرو فيها الكاكا، وحده غادي نخليوه في اللون ديالها. هذه غادي نحيدوها من هنايا، غادي ناخذ العجينة ديالكم وغادي نديروها في السلوفان. خليوها ترتاح مع راساتها. ها هي العجينة الأولى ديالتنا، درناها هكذا، درناها على هاد الطريقة هادي كيفما كتشوفو، وغادي نخليوها ترتاح. غادي ناخدو العجينة الثانية ديالتنا، ها هي غادي ندخلوها للتلاجة شي شوية. إلا بغيتو تدخلوها للتلاجة مبغيتوش تدخلوها خليوها. أنا كنفضل ندخلها للتلاجة باش ملي نكون خدامة بيها نكون كنتحكم بيها، ولاني بعض المرات ما كندخلهاش غير الثلاجه بحال الا كان عندي الوقت كنخدم بها، تنخليها واحد بحال هكاك. الا دخلتوها الثلاجه غتخليوها داك 10 ديال الدقائق ولا 20 دقيقه تبداو بها الخدمه. اما الا ما دخلتوهاش الثلاجه كتخليوها، المهم ملي تقيسوها تلقاو راسكم تقدروا تحكموا فيها، تقطعوها كيف ما بغيتوا، تزوقوها كيف ما بغيتوا. هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم انايا. تنبقاو على هاد الطريقة تنجمعو في العجينة. هي العجينة ديالنا تجمعات لينا بالكاكا كيفما كتشوفو قدامكم، حتى هي غادي نديرو لها السلوفان ونخليوها ترتاح. ها العجينة ديالنا الأولى ولا الدقة، هما العجينة ديالنا الأولى. غادي نخليهم يرتاحوا واحد شي شوية كيف ما كتشوفوا معايا همايا، من بعد إن شاء الله بإذن الله نبداو نشكلوا فيهم. خليكم معايا وشوفوا الطريقة. من بعد ما حيدتها من الثلاجة حيدت لها السلوفان ودرتها هنايا باش نخدم بها وأنا مرتاحة، وعندي طلقت شي شوية منها هنايا، وعندي هاد الطوابع هادو هما اللي غادي نخدم بهم بطبيعة الحال. الدلاك غادي نبداو على بركة. وعندي هنايا الطحين درتو هنايا في هاد الطاسه هادي باش ملي نبغي نخدم بالطابع ما يسقش لينا، كنديروه بحال هكا شي شويه في الطحين على هاد الطريقه هادي كتشوفوا معايا، عاد كنبداو نخدمو بيه. غير بشويه على العجينه ملي نكونو خدامين بيها، وكنجيبو شي طاوه بغيتو ديرو ليها القاغ ديروه ليها ديال الفران، بغيتو شي بامكانكم ديرو ليها دهنوها بحال شحال هذه زعما دهنوها بالطحين وتعاودوها دهنوها بالزيت عفوا وتعاودوها بالطحين. تنخدموها بشي شويه بشي شويه باش العجينه ما تهرش علينا، ثم عارفين بان الذره الخدمه ديالتها صعيبه شي شويه ماشي سهله.
الى الطابليت ديالنا اللي خدامين بيه سقينا في العجينه نحاولوا نسوسوه نعاودوا نخدموا بيه نحاولوا ما نضيعوش العجين. صافي غادي نحيدوا هذه العجينه هذه وخا تبان لكم بحال هكا تهرس الصحنه غادي نعاودوا نخدموا بيه ما غاديش نضيعوه. هاد العجينة الحلوة ديالتها كتجي زوينة بصراحة. أنا تنحاول نشارك معاكم كلشي قدام عينيكم. إلا ما كانش عندكم الطابع ديال الهلال بإمكانكم تخدموا غير بالكاس. تصور كتجي الخدمة فيه مزيانة. شوفوا الشكل ديالها كيفاش جا زيون. غنكملوا الخدمه بحال هكا لهاد الطريقه هذه. هاد العجينه هذه ما غاديش نزلطوها. هاد العجينه كنجمعوها بحال هكا وما غاديش نكيفاش حتى الطرف ديال العجينه ما كيتلاح لينا كلنا تنخدموا به. نحاول نطلقها شي شويه في يدينا تنرشوا واحد شي شويه هكذا ديال الطحين وكنحطوها. واخا تبان لكم بحال هكا بديت كتفرتت كدوزوها بحال هكا في الدلاك وكتعاودوه. شوفوا على الطريقه كيفاش تبداو عاوتاني تخدموا بها وكاين كتكملوها كامله تخدموا بنفس الطابع الا ودي او تبدلوه كتبدلوه. شو العجينة كي جات تبان لكم العجينة ديالنا ملي كنا تنخدمو بها فاس تفرطات ما تخافوش منها. دابا حنا غادي نبدلو الطابق غادي نبداو نخدمو بهذا. ها هو هانتوما الشكل. ضروري من الطحين باش ما يلصقش عليكم الداخل. هانتوما انا تنحاول نمشي معاكم دقه دقه ونوريكم التفاصيل. العجينه راه ما كيضيع منها الطرف هي اهم حاجه. واخا تتفرتت غادي تجمعوها ثاني وغتعاودوا تخدموها بالدلاك تبقاو غاديين على هذه الطريقه حتى كنساليوها كامله. نتمنى نكون تنفعكم بشي حاجه على ربي. شنو تنخدمو هاد النجيمة مثلا هاد العجينة هادي راه مكتليحش غير هاد نسالي كلها نعاود نقولها ليكم هي غنجمعها بحال هكدا. وانا دايرة للطبلة غير ميكا باش نخدم فيها ولا مرتاحه وغادي نديرها بهذه الطريقه هذه. دابا انا مقربه التليفون بزاف داكشي علاش خدامه غير بيد وحده. شفتوا كيفاش كانت مفرته ها هي تجمعات الفطور تما كيف ما كتشوفوا معايا. ما كاين زعما كاين شي طحين كاين غير الروز والذره ومشى ما كاينش شي طحين اللي غالي في الثمن ديالو. حنا خرجنا دينا نخرج اللهم لك الحمد حليوات وبشكيله زوينين.
غادي ناخذ دابا عجينة الطحين، حنا يلاه شرينا من البيضة غادي نبداو في الطحين ان شاء الله باذن الله. شوفوا شنو الطريقة غادي نديرو ليا. واخا تبان ليكم تتفرتت ما تخافوش مننا. نشكلو على الطريقة اللي بغينا. طيب شي شوية تنجبدو على هاد الشكل هذا. تنديروها في الطحين تنديروها في العجينة. غادي نديرو حتى هاد التشكيلات هادو. العجينة ديالتنا هي دابا في نظركم تما غادي شي يتشبع ياك ولا لا؟ غادي نجمعها على هاد الطريقة. تليفوني انتصاحر تنخدموها بحال هاد الطريقة هادي. هاهي تجمعات لينا. دابا عاود بإمكاننا عاوتاني نشكلها كيف بغينا. إلا ما عجبتناش يمكن لينا عاوتاني نعاودو نجمعوها، كاين حتى شي مشكل. تيجي المنظر ديالها والشكل ديالها زوينه بزاف بحال صابلي. مازال ان شاء الله باذن الله غنشارك معكم صابلي. راه حتى هو تنخدمو بتقريبا نفس هاد الطريقه هادي، غير هذا فيه البيض جوج اخر انا كندير فيه 4 ولا 5 ديال البيضات باش يلاه يجيني مزيان.
هاد العجينة عطينا عاود نجمعها بنفس الطريقة. دابا هادي ولات صغيرة شي شوية، شوفو قداش. غادي نعاود نزيد عليها واحدة أخرى ولا جوج. غادي نكملو الطريقة ندير الخدمة بحال هكا حتى نسالي إن شاء الله بإذن الله. دابا أنا ساليت من هاد الحلوى كحلة تاهيايا، غنوريكم نشارك معكم الطريقة. حاولت ما أمكنني باش يكون الفيديو ما فيه شي بزاف ديال الدقايق، باش ملي يكون باغي نحطو ليكم لحقاش أنا ما عنديش باش داكشي ديال دمج الفيديوهات وداكشي كنخدم غير بالتليفون عادي. المهم نتمنى تكونوا استفدتوا، انا نوريكم الحلوى الاخر اللي دخلت الفران وطابت. ها هما الشكيلات ديالنا الاول اللي خدمت معكم بالعجينه البيضاء. كيف ما سبق ليا قلت لكم العجينه راه كتعطي بزاف. دابا باقى لنا غير الطريقه ديال التزيين، غنخليهم يبردوا شي شويه والاخرى دخلتها حتى هي الفران طيب. لما طيب ندوزو ان شاء الله باذن الله للمرحله ديال التزيين. الحلوه ديالتنا ها هي هذه، عطات مقدار واحد اخر بعد ما وجدتش. غادي نشارك معكم الطريقه ديال التزيين، انتم بامكانكم تزينوا على الطريقه اللي بغيتوا. المهم كاينه هاد الحلوه هذه ها هي، انا خدمتها على هذا الشكل، هذا درتها في الشوكولاته الاسود ومن بعد زوقتها. انا غنحطها لكم باش تشوفوها ها هي. من بعد ما درتها في الشوكولاط ذوبت الشوكولاط كحال على حد الطريقه ديال الحلة مريم، زوقتها بهذا الشكل. هذا الطريقه ديال التزيين، كنشد غير البره بحال هكا ديال الحنة وتنعمرها بالشوكولاط وكنزينها. هذه الطريقه اللي استعملت انايا الحلوى هذه. غادي نوريكم هذه الطريقه الثانيه ديال التزيين. نفس الشيء كنشدو الشوكولاط كنديروه في الحلة ديال مريم وكنديروه هنايا في هذا ما عرفتش شنو كتسميوهم، المهم في هادو الحلوية. خصنا ناخذ الحلوة ديالنا تنديروها هكذا في الشوكولاط بحال هذه الطريقة هادي. خصنا ناخذ الشوكولاط من هنايا، حيت دابا انا ما عنديش كيفاش ندير نوريكم. المهم انا نوريكم، خصنا ناخذ الشوكولاط بحال هكذا تنديروه فيه صافي، تنبقاو نحطو حدانا كنكملو على هاد الطريقه هادي. وكاينه طريقه واحده اخرى هي هادي، كنشدو الشوكولاط الابيض وكنديروه هنايا، ونقدروا نديروه فوق من الكوك ولا نقدروا نقلبوها من هنايا ونديروا فيها الكوفيتير ونديروها في الكاوكاو. غنوريكم كيفاش الحال هاد الطريقه هادي، تشي من هنايا فيها الكوك ومن هنايا فيها الكاوكاو وفيها الشوكولاط الابيض. شغل نقول لكم انا تقريبا ساليت، يعني بقاو لي غير هادو. انا غادي نوريكم لكم بلات ما غاديش يبان بزاف هكذا، بقاو لي غير هاد الشكيلات هادو. بصراحه ما عرفتش حرت شنو غادي يطلع، شنو غادي نصايب بيهم. قلت خليهم حتى الاخر وندير لهم السكر كلاصي صافي نخليهم. اهم حاجه والله العظيم ما تهرست لي حتى حاجه في الفران، قسما بالله ما تهرس لي حتى حاجه في الفران ولله الحمد، اللهم لك الحمد، وما ضيعت حتى شي حاجه. هادشي هذا هو الاخر، هادشي اللي بقى. تنسالي ندير ليه شي شويه ديال السكر كلاصي ونوريكم هاد الشكيلات هادو، ها هما قدامكم. ما بقاتش اليوم المساحه باش نحطهم في الطبسيل، هادي خدمتها بالكوفيتير. انا بالعاني درت لها هاد الشكل هذا بحال هو، تشوفوا قدامكم كتبان بحال عوجو، يعني خدمتها بحال هكذا. كاينه هادي درت لها من تحت الكاوكاو، ومن الفوق درت لها الشكلاط البيض. ها هي شنو اخرى ثاني كاينه، هادي خدمت وحده فوق وحده وحده بالكاو، هادي اللي الفوقانيه خدمتها بالشوكولاط واللي تحتانيه بالكونفيتير درت لهم الكاوكاو من الفوق. هادي حتى هي نفس من الفوق الشوكولاط الابيض، ومن التحت درت لها حتى هي الكاوكاو صافي. بقاو هادو اللي كتشوفوا بحال هكا قدامكم، هادي درت لها من الفوق الشوكولاط الابيض، من التحت درت ليها الكوك. المهم نتمنى ان شاء الله باذن الله جربوا هادشي هذا وينال الاعجاب ديالكم. هادو ما لقيتش اليوم المساحه فاش نحطهم هنايا في الطبسيل. والحلوه ديالتنا ها هي كتجي، ممكن تخدموها في مناسبات انتما. هادي درت ليها غير الشوكولاط الكحل وزوقتها من الفوق، درت لها الشكل ديال حمام مريم. هادشي هذا كله راني خدمته قدامكم، نتمنى ان شاء الله باذن الله ينال الاعجاب ديالكم. طهوا
هذه هي العجينه اللي كانت شاطلنا البارح، هاد الصغيرين هادو ما عرفتش باش ما نضيعهاش، درتها بحال هكا هما هنايا، درتهم كواور ودخلتهم يطيبوا من بعد ما طابوا درناهم في الكونفيتير ودرنا لهم كوك. هما هادو هادو هادي هاد الحلوه هادي ها هي اللي كنا درنا البارح. كيف ما قلت لكم نتمنى ان شاء الله باذن الله تنال الاعجاب ديالكم. هاد الشكلاط هذا ديال الخميسه كان شاط ليا ودات لي بحال هكذا، خليته هكذا باش تشوفوا معايا. نتمنى من الله ان شاء الله باذن الله تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو هذا. كيف العاده الا كانت عندكم شي وصفات بغيتوني عفوا نصايبها لكم ماشي مشكله، تحطوا لي في الكومونتير وانا مستعده، ولا كتبوها لي في الانستغرام ديالي. كيف قلت لكم الا كانت عندكم شي وصفه باغيني نصايبها لكم ماشي مشكله، كتبوها لي في هنايا في الكومونتير هنايا في اليوتيوب، الا ما رديتش ليا البال كتبوها لي في انستغرام، راه حتى هو نفس الاسم ديال كل ما يخص مرضى السيلياك. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى هذا الشكل ديال هذه الطريقه ديال الحلوه اللي خدمت معاكم راه جد 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 سهله، ما فيهاش شي حاجه، خاصكم غير تكون عندكم الامكانيات، زعما كاين ماشي الامكانيات غير الطرق باش تذوقوها بامكانكم انتما ديروها مختلفه عليا. انايا انا هادشي اللي عندي في الدار، عندي هادشي ديال الكاوكاو، عندي الشكلاط، عندي الكوك كونفيتير. قبل غادي نوريكم واحد الكونفيتير انا يلاه لقيتو، كيف سبق لي قلت لكم انا ما تناخذش الكونفيتير ديال برا. الكونفيتير انا غادي نقربو لكم بزاف باش تبان لكم، شفتوها هاهي يا بدون غلوتين، مكونات المشمش السكر النشا وبدون غلوتين. لاحظتوا لا لا، هاد الكوفيتير جابو خويا وحطه في الثلاجه وانا كنرد ليه البال الاسم ديالو. مهم بامكانكم تاخذوه وتذوقوا به الشكلاط، تذوقوا به عفوا عوض الشكلاط الا مكانش عندكم الشكلاط، تقدروا تاكلوا تقدروا دير به اي حاجه. انا غير بان ليا وخليت منه شي شويه تذوقت منه، قلت نشاركوا معكم ربما يكون كيتباح حداكم. هذا راه خداه غير من الحانوت العادي، حيت انا اي حاجه كتجي للدار كناخذها كنقرا شنو المكونات ديالها عاد كنبدا نستعمل فيها، ولا كندوقها ولا شي حاجه بحال هكا، ضروري تقرا المكونات ديالها باش تعرفوا مناش مكونه. هادشي اللي كاين ما تنساوش، بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش في القناه ديالي خليو لي واحد الاشتراك، والناس اللي مشتركين كنشكركم بزاف، وكنتمنى منكم تزيدوا تدعموني وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي باش نعرف راسي بان راه كاين شي واحد اللي كيتبعني، زعما كيف ان المجهود ديالي ما كاينش غير هكاك هباء منثوره. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش تخليو لي لايك وتبارطاجيو الفيديوهات مع بعضياتكم، وبالتوفيق لينا وليكم ان شاء الله باذن الله.